والشمس تضوي. استفاء اللبنانيين على فسحة أمل وتتويج لكل تطور عملي سياسي بتوليد الطائف. من ثمرة هذا الاتفاق مشهور له بوطنيته وبأفقه الواسع. أول استشهاد لبطل من أبطال الاستقلال الثاني. لو بقيت طيب لا أنا كنت بالحبس ولا الوطن كان بالحبس. اغتيال الرئيس معوض هو اغتيال للبنان. الثاني والعشرون من تشرين الثاني سيبقى يوم الاستقلال.